في دوري أبطال آسيا، البطولة الأكبر في القارة الصفراء، البطولة التي دائما ما تجمع أفضل الأندية من أقصى شرق القارة وحتى في منطقتنا العربية، بطولة بالتأكيد أن لها أهميتها وأيضا فيها كثير من النجوم على مستوى القارة الآسيوية، وأيضا أمر مهم جدا في هذه البطولة أنها ستكون بوابة للوصول إلى البطولة العالمية، وبالتالي فإن كل فريق يسعى لتحقيقها، ونتمنى مشاهدة طيبة في هذه البطولة. يا سلام على هذه الأجواء الغير عادية هنا من ملعب اللقاء، جماهير يمكن القول أنها تصنع الحدث من خلال تواجدها الرائع والكثيف في المدرجات. شيء لا يمكن وصفه بصراحة. بداية أحداث اللقاء، لمسة بينية، هل تسديدة؟ تصدي ممتاز من حارس المرمى. تصدي غير عادي من حارس المرمى، ردة فعل غير عادية. اليوم في هذه المباراة بالذات يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يحاول لعب الكرة بالرأس، انقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى. يلعبها، هذه ضربة عكسية، كرة في المرمى، جول، وهذا هو الهدف الافتتاحي في اللقاء. كرة عرضية خيالية بالمقاس وضربة رأسية في منتهى الروعة. يحاول أن يسدد الكرة من هنا، ينجح في إبعادها عن مناطق الخطورة، تأتي ومرة وصلت إليه. غابي، يلعب كرة على اليسار، تقريبا ولا فريق على الملعب قادر على الاستفادة من الكرة. كرة رأسية خطيرة، نهاية 45 دقيقة أولى، نتيجة أسعدت اللاعبين بالتأكيد أيضا المشجعين، هل ينجحوا في المحافظة على هذه النتيجة؟ إذن سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. وصلت إليه، يلعبها إلى منطقة الجزاء،
يحاول أن يلعب كرة تسديدة في اتجاه المرمى. موجود إبعاد الكرة. عرضية داخل، رأسية مذهلة. الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. اندفاع. كرة ممتازة. ها تلعب الكرة الجميلة. جول. سيطر، الكنترول كان غير عادي، هي السبب الأهم في التسجيل. لمسة بينية، ربما الفرصة الأخيرة، هل ينجح في استغلالها؟ ها هي صافرة النهاية. بدأ التوتر واضح جدا عليهم في نهاية المباراة، بالتأكيد غير راضين عن النتيجة، كانوا يبحثون عن الفوز بعد الأداء الكبير اللي قدموه. هذا ما يحب أن نشاهده.